وهيدا كان مفروض يكون ساحة عامة مفتوحة للكل. اليوم للأسف في تصوينة والناس ما فيها تفوت على المحل، يعني لازم يكون عنده authorization، ونحن عنا بلبنان مشاكل ما عنا ساحات عامة للجمهور. إذا بعد 10 سنين ما رممنا هالموقع رح يختفي، وللأسف الناس ما دايما بتفهم أهمية هالمواقع، لأنه التاريخ الحديث اللبناني هو بيرمز تاريخ الجمهورية اللبنانية، هو التاريخ الحقيقي اللبناني.